طيب خلينا نروح للعاصمة الإدارية الجديدة، وماذا حدث في المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن مع زميلتنا هي في استاد القاهرة دلوقتي، لأنه طبعا تمرين المنتخب كان في مران، المنتخب كان في استاد القاهرة، وبالتالي نروح لزميلتنا سالة حامد علشان نعرف منها آخر الأجواء وآخر الأمور الخاصة بمنتخبنا الوطني والمباراة النهائية اللي هتقام إن شاء الله يوم الثلاث 26 من هذا الشهر. سالة ازيك، اخبارك ايه؟ طمنينا عليكي اولا، وكل سنه وانت طيبه، وقولي لنا اخبار المنتخب ايه والدنيا وصلت لايه عندك. مساء الخير يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك طبعا، وكل سنه وحضرتك طيب. انا بخير، كل سنه وحضرتك طيب، وطبعا برحب بيك، وبالتاكيد برحب بزميلتي نهاوند، وبرحب طبعا بالكابتن خالد جد الله وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، يمكن طبعا حاليا احنا متواجدين يعني من امام استاد القاهره الدولي، ويعني بالاخص من امام المقصوره الرئيسيه، ولكن قبل كده طبعا كنا متواجدين في العاصمه الاداريه الجديده. طبعا يمكن زي ما حضرتك قلت، كل الامور الخاصه بمنتخبنا الوطني والمشاركه طبعا في بطولة عاصمة مصر، وبالتأكيد المباراة النهائية ما بين مصر وكرواتيا. ولكن طبعا خليني في البدايه اروح لحضرتك طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه مصر وكرواتيا، واللي كانت في قاعه المؤتمر الصحفي في العاصمه الاداريه الجديده. طبعا كنا متواجدين هناك يا كابتن اسلام يمكن من قبل المؤتمر، وبعد كده طبعا الكابتن حسام حسن يمكن وصل وبدا المؤتمر. يمكن في البدايه اتكلم على العديد من الامور الخاصه الاول بمباراه مصر ونيوزيلندا، اتكلم انه يعني راضي جدا باداء جميع اللاعبين، اتكلم كمان ان مباراه نيوزيلندا لا تقل اهميه عن مباراه كرواتيا، ويمكن كمان يمكن المباراه في نفس الصعوبه سواء مباراه نيوزيلندا او مباراه كرواتيا. اتكلم ان هو راضي جدا عن اداء جميع اللاعبين، وكمان نتكلم على صعوبه مباراه كرواتيا. طبعا يعني منتخب كرواتيا ثالث عالم، يضم العديد من اللعيبه طبعا المهمه واللعيبه العالميه طبعا في مانشستر يونايتد او بالتاكيد في نادي ريال مدريد زي لوكا مودريتش. اتكلم انه منتخب قوي جدا، ولكن ان شاء الله يعني هيستعدوا للمباراه بشكل قوي جدا. اتكلم انه كمان المنتخب ده اللي بيميزه بالتاكيد نص الملعب، ويمكن اللي بيميزهم كمان في الكرات الثابته. اتكلم على العديد من الامور الفنيه الخاصه بالمباراه، ويؤكد انه المنتخب جاهز بشكل كبير جدا للمباراه دي. يمكن كمان المنتخب عنده دوافع معنويه كبيره جدا للفوز بالبطوله، خاصه انه يمكن وصف البطوله دي بطوله عاصمه مصر كابتن اسلام ونهاوند، انه هي يعني من ضمن التحضيرات الخاصه بالمنتخب طبعا للمشاركه في تصفيات افريقيا للمؤهله لكاس العالم لكره القدم 2026 في شهر 6 القادم باذن الله. يمكن اتكلم يمكن هي دي البطوله يعني من ضمن التحضيرات والتجهيز لمنتخبنا للمشاركه في المباريتين يعني سواء بوركينا فاسو او غينيا في تصفيات افريقيا لكأس العالم. اتكلم انه يمكن الفوز او البدايه يعني القويه بالنسبه لمنتخبنا كمان امام نيوزيلندا كان بدايه قويه جدا، والفوز كمان كان ادى يعني دفعه معنويه كبيره لمنتخبنا، وكمان الاستفاده الكبيره. يمكن شايف كمان مباراه كرواتيا دي ان شاء الله هتكون فيها استفاده كبيره جدا، وهتكون مفيده سواء معنويا او فنيا لصالح يعني منتخبنا الوطني. فاكد كمان ان جميع اللاعبين هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي، واحنا كمان يمكن حضرنا اول ربع ساعه من التدريب الخاص بمنتخبنا طبعا قبل مباراه مصر وكرواتيا. طبعا كان المسموح لنا يمكن ربع ساعه او 15 دقيقه طبعا التغطيه الاعلاميه. شفنا يمكن جميع اللاعبين زي ما هو قال كانوا كلهم متواجدين طبعا، ما عدا اثنين لاعبين بس هم اللي غابوا عن التدريب النهارده، بالتاكيد امام عاشور بعد طبعا ما اصيب في الكتف في مباراه نيوزيلندا. يمكن اكد كمان ان هو كان النهارده مع امام عاشور بعد او قبل ما يخضع للعمليه الجراحيه، كان متواجد كمان بعد العمليه الجراحيه، وطبعا الاطمئنان عليه، واكد ان حسام او امام عاشور عفوا هو واحد من اللعيبه المهمه جدا والمؤثره طبعا في منتخبنا الوطني. وكمان احمد حجازي هيغيب النهارده او غاب بالتاكيد على التدريب لمنتخبنا الوطني طبعا لظروف اسريه طارئه، اضطر طبعا هو يسافر السعوديه. ولكن اكد الكابتن حسام حسن يا كابتن اسلام في المؤتمر الصحفي انه بنسبه كبيره ان شاء الله يمكن احمد حجازي هيرجع بكره القاهره وهيتمرن مع المنتخب بشكل طبيعي، وبنسبه كبيره ان شاء الله يعني طبعا نظرا للظروف اللي بيمر بها احمد حجازي كمان هيشارك في مباراه كرواتيا المقرر لها ان شاء الله يوم الثلاث 26 من شهر مارس الحالي، واللي هتقام بالتاكيد في العاصمه الاداريه. طيب في تمام الساعه 10 مساء. خليني اسالك على نقطه مهمه كمان عشان الوقت، بالنسبه للحضور الجماهيري مهم جدا كمان، لو عندك اي معلومه او حد ذكر هذه المعلومه في المؤتمر الصحفي تقول لنا التواجد الجماهيري، التذاكر، لو عندك اي معلومه خاصه بالامر الجماهيري اتفضلي من الجانبين طبعا.
يمكن زي ما انت قلتي زميلتي نهاوندو يمكن نتكلم في نفس الامر ده. كابتن حسام حسن اتكلم على انه الحضور الجماهيري طبعا كان حضور جيد بالنسبه للجماهير يمكن طبعا في المباراه الماضيه، ويمكن يعني ان شاء الله ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون في تواجد اكبر من العدد الجماهير اللي كان متواجد في مباراه نيوزيلندا، هيكون متواجد عدد اكبر في مباراه مصر وكرواتيا بعد بكره ان شاء الله. وشايف انه طبعا وجود الجماهير في المباراه دي هتدي دفعه معنويه كبيره جدا، ووجودهم هيدي دفع كبير جدا لجميع اللاعبين، وهو ده اللي محتاجه جميع اللاعبين في منتخبنا الوطني. فان شاء الله ان شاء الله بنسبه كبيره طبعا هيكون في تواجد جماهيري كبير جدا، وهيكون متواجد يعني عدد اكبر من العدد اللي كان متواجد في مباراه نيوزيلندا. طيب خلاص احمد حجازي بالفعل تحرك يعني او بالفعل سافر مش كده ولا لسه؟ بالفعل يا كابتن اسلام هو سافر، ويمكن هو يمكن احنا كنا متواجدين طبعا في استاد القاهره الدولي، ما كانش متواجد في التدريب طبعا لمنتخب مصر، يمكن طبعا سافر النهارده الصبح للسعوديه بسبب طبعا بعض الظروف الاسريه، ولكن ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون متواجد بكره وهيخوض التدريبات مع المنتخب بشكل طبيعي، وكمان بنسبه كبيره هيشارك ايضا في مباراه كرواتيا مع منتخبنا الوطني. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا سلا حامد على كل هذه المعلومات فيما يخص منتخبنا الوطني.